أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن عدد موظفيها الذين قتلوا منذ بدء التصعيد في غزة ارتفع إلى 146. من جانبه أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن ما نسبته 85% من إجمالي سكان القطاع قد نزحوا داخليا منذ 7 أكتوبر. وأضاف المكتب أن ما يقترب من 1.4 مليون نازح يعيشون في 155 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في جميع محافظات القطاع. أكدت منظمة الصحة العالمية أنها اضطرت لإلغاء مهمة لتوصيل إمدادات طبية إلى شمال قطاع غزة أمس، ذلك لعدم تمكنها من الحصول على ضمانات أمنية. وأضافت المنظمة أن هذه هي المرة الرابعة التي تضطر فيها لإلغاء مهمة لتوصيل الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها، وذلك حيث أن العودة إلى المستشفى ومستودع الأدوية المركزية في شمال غزة منذ 26 من ديسمبر. حذر منسق فريق الطوارئ الطبي بمنظمة الصحة العالمية شون كاسي من تدهور الأوضاع الطبية بمستشفى الأقصى في غزة، وذلك بعد زيارة فريق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار المسؤول الأممي إلى الوضع الصعب في مستشفى الأقصى واضطرار معظم العاملين بالمستشفى لمغادرته بسبب أوامر الإخلاء وانعدام الأمن. وتقول منظمة الصحة العالمية إن مستشفى الأقصى هو أهم المستشفيات التي ما زالت بالفعل تعمل في المنطقة الوسطى من غزة، مشددة على ضرورة ضمان مواصلة عمله وحمايته. أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن 85% من سكان غزة أصبحوا نازحين، بينما بات 100% يعانون من انعدام الأمن الغذائي. تصريحات بوريل جاءت عقب لقائه مع مسؤول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا لبحث الوضع الإنساني في غزة، حيث أوضح بوريل أن قطاع غزة يستقبل أقل من نصف الشاحنات التي كانت تدخل قبل الحرب. يعيش المرضى في قطاع غزة واقعا صحيا صعبا فرضه العدوان الإسرائيلي. فمع خروج معظم المستشفيات عن الخدمة ونفاذ الوقود والأدوية ونقص المعدات الطبية، يواجه المرضى صعوبات في إجراء العمليات الجراحية. تحت وابل الرصاص وقصف الاحتلال غير المنقطع، يعاني المرضى في قطاع غزة الأمرين، فهم لا يكادون يصلون إلى مأمن نزوحاً لأحد المستشفيات حتى ينهال القصف عليهم، وإن نجوا ووصلوا فلا دواء لهم أو لأبنائهم من الصغار. واقع صحي متدهور يعانيه القطاع الذي تهدمت بنيته التحتية بشكل شبه كلي، خاصة المرافق الصحية. مجمع الشفاء الطبي أحد أهم هذه المرافق، وهو أكبر مستشفى في قطاع غزة، إذ يواجه أزمة متفاقمة بسبب النقص الحاد في الموارد الطبية وتدفق الجرحى والنازحين ووسط القصف المستمر من الاحتلال الإسرائيلي. الاحتياجات تتركز أولاً على إعادة إصلاح كل ما يتعلق بالأنظمة التي تضررت. أنا أتحدث كل البنية التحتية تم تدميرها. أشهر كاملة يقضونها المرضى منتظرين إجراء عمليات جراحية، فيبقى واقع المرضى الفلسطينيين أشد قسوة بين ألم المرض وألم فقد ابن أو أب أو أم. أنا الشهر قاعد هنا بستنى عملية البلاتين، بستنى يشغلوا العمليات ويشغلوا قسم العمليات في الشفا. وإيدي يعني تقريبا قربت تخرب وبعاني، وكلها مسكنات في مسكنات اللي باخدها. نظام الخدمات في مستشفى الشفاء انهار بعد أن حاصرته القوات الإسرائيلية في منتصف نوفمبر الماضي، واستأنف المستشفى تدريجيا بعض الخدمات الطبية الأساسية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية، ومع ذلك
ومع تدمير البنية التحتية واستمرار النقص الحاد في الموارد الطبيعية، فإن مستشفى الشفاء غير قادر على التعامل مع العدد الكبير من الجرحى وأكثر من 15 ألف نازح.